توقعات برج الميزان ليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو، 18 تموز، 18/7/2023. النهاردة هتقضي بعض الوقت مع أفراد أسرتك من خلال إنك تضعهم فوق كل التزاماتك التانية. هتبقى فيه خطط معدة عشان تخرج وتتناول العشاء في فترة ما بين يومك وتفاصيله في رحلة قصيرة معك. في صحة حد من الأشخاص بيقربولك، ممكن تبقى أنت قلقان بشكل كبير جدا عليه في اليوم ده. بالنسبة ليك عاطفيا، هتبقى أنت على السحابة التاسعة الليلة، وهتبقى أكتر استعداد عشان تقوم بكل اللي بيطلبه منك حبيبك. حتى لو كنت غير مبالي بالتفاصيل الكتيرة دي، هتبتدي تفهم أكتر الفترة الجاية إنك بترغب في إنك ترضي بشكل كبير، وهتقضوا مع بعض أمسية رائعة جدا انتوا بتتمنوها. بالنسبة ليك صحيا النهاردة، محتمل انك تحس بكسل شديد، هتدي بعض الأعذار لعدم حضورك للمكتب، وهتضع الشغل كله على الموقد الخلفي بطبيعة الحال. بالنسبة ليك ماليا، هيتوقع انك هتعتمد على حظك مع كل الأشخاص اللي حواليك في اللي بيتعلق بتقدمك المالي. هيكون لجهودك الخاصة مساهمة أقل في كل ده. بالنسبة ليك ومهنيا، حتى لو كنت منتظر انك تزيد في دخلك، هيجي اليوم اخيرا اللي ممكن تتفاوض بشأن اجراءك. هتبتدي تحس انك النهاردة مش في منطقة الخطر بقدر كل اللي بيتعلق من تفاصيلك في يومك.